للأسف تلقينا كلياتنا خبر رحيل ووفاة عدد من الأطباء، كانوا هن أساتذتنا ودكاترتنا وكانوا بيمثلوا خط الدفاع الأول. وبينما أنا راقد على سريري في العناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي الذي لم يبق فيه شيء غير متصل بأنابيب وخراطيم. أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم، معلناً فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة طالما شاهدته، وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين وأستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح. منذ أيام ودعت زميلاً لي كان يرقد على بعد خطوات مني، وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب إليه الآن. لست والله خائفاً الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة، وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. كل ما أرجوه إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي الذين أفتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فراقهم. وصيتي إليك يا الله، أطفالي الذين لن أفرح بهم، أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم. هذه كانت الكلمات الأخيرة لشهيد المهنة الدكتور أحمد ماضي، وهو في اللحظات الأخيرة مصاباً بفيروس كورونا. دكتور أحمد ماضي هو واحد من بين أكثر من 60 طبيباً سورياً من اختصاصات مختلفة خسرهم الجسم الطبي الهزيل أصلاً بسبب جائحة كورونا. للأسف تلقينا كلياتنا خبر رحيل ووفاة عدد من الأطباء بالشام وبحلب وببعض المحافظات اللي كانوا هن أساتذتنا ودكاترتنا وكانوا بيمثلوا خط الدفاع الأول ضد جائحة الكورونا. لروحنا الرحمة أكيد، والله يحمي الباقيين. وهذا صوت الطبيب حسن هناوي، أخصائي داخلية قلبية مقيم في دمشق، يترحم كما سمعتم على من فقدناهم من الأطباء الذين تم تداول أسمائهم من قبل سوريين عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ينعون ويودعون أطباءهم الذين خاضوا حربا مع فيروس كورونا بأسلحتهم الفقيرة أصلاً وبمعدات لم ترقى لتكون معدات للدفاع أمام فيروس عادي. نحن في راديو الآن نحاول بكل جهدنا الوصول لأكبر عدد من السوريين لمعرفة ما يجري وما آل إليه الوضع، لأنه وفقاً لمتابعتنا ولما يصلنا من تعليقات وجدنا أن وضع كورونا في سوريا لم يسبقه مثيل في الدول التي سبق وانتشر فيها الفيروس، أو إن صح القول الوضع في سوريا معقد بسبب الظروف العامة للبلد الخارج من صراعات دموية وإشكاليات لها علاقة بالعقوبات التي ترافقت مع جائحة كورونا وعجز القطاع الطبي والصحي عن مواجهة الموجة الشديدة التي تأخرت لكنها عصفت كما يبدو ببعض المحافظات، والتي على ما يبدو أيضاً بشكلها الحالي وفي ظل عدم اتخاذ أي قوانين أو مواقف لاحتوائها سنسمع، وهذا أيضاً وفقاً لمتابعتنا، أرقاماً صادمة في أعداد الإصابات والوفيات، وهذا ما لا نرجوه.
نحاول التواصل مع أكبر عدد من السوريين للوقوف عندما يجري، لكن أغلب من تواصلنا معهم رفضوا منحنا أصواتهم خوفاً من عواقب وخيمة هم بغنى عنها، أو خجلاً في كثير من المرات من الحسابات الاجتماعية لمرضى كورونا. وهذا موضوع آخر يحتاج إلى حلقات متعددة لمناقشته من ناحية اجتماعية وربما نفسية. قد يكون ذلك غريباً بعض الشيء، لكنه حقيقي. فمريض كورونا كما يقول أحد الأصدقاء، غير أن الكمية منتشرة كتير كبيرة، المشكلة عم تصير هو الفقر بيلعب دور كتير كبير. يعني بيقول لك أنا مو قادر بينزل على الشغل، طب أنت مصاب عود بالبيت، يعني أنت لما تنزل على الشغل عم تأذي غيرك، وبنفس الوقت عندك موضوع الخجل. يعني في واحد بيستحي يقول عن حاله أنه هو معه ما ينزل على الدوام أو ما ينزل على شغله، يعني بيقول لك شو فيها، لبس الكمامة ونزل عدى اللي حواليه وعم شوف شغلات أنا كتير مخيفة. يعني واحد بيشتغل على مدينة ملاهي، واحد صاحب مطعم، واحد صاحب خضرة محل خضرة بسوق الهال، يعني شيء مخيف. انتم مصابين عدوا بالبيت، مو معقول لحتى تجي الإخبارية عنكم ليجوا يشحطوكم شحط وحطوكم بقلب الحجر الإجباري. إذن إلى جانب التهم التي توجه إلى مريض كورونا، يبدو أنه هو أيضا غير قادر على تحمل مسؤولية هذا المرض في ظل الواقع الذي يعيشه في بلد يجتاحه الفقر والجوع والهم والحرب قبل كورونا. كلمة يشحطوهم هي كلمة أساسية في قاموس السوريين، قد لا تليق بالتعامل مع مريض، لكنها واقعية أكثر مما يمكن تصوره. وهذه واحدة من إشكاليات التعامل مع هذا الوباء. فمنذ البداية كان التعامل مع مريض كورونا على أنه هو الوباء وليس مصاب وناقل للمرض، ليس فقط من أهله وجيرانه ومعارفه، بل من الجسم المسؤول عن التصدي للجائحة. فقبل تفشي كورونا في سوريا تم التعامل مع القادمين من بلدان اعترفت بتواجد إصابات على أراضيها، تم التعامل مع القادمين على أنهم الوباء، وقدمت وزارة الصحة مواقع ليتم حجرهم فيها في ظل ظروف غير إنسانية تابعناها عبر السوشيال ميديا. فقد تحول يومها المحجورون إلى وسائل إعلامية لإيصال ما يجري، وقال أغلبهم إن من لم يصب بكورونا في ظل هذه الظروف سيصاب بسكتة قلبية، على سبيل الدعابة التي تحمل في مضمونها واقعاً وحقيقة مأساوية. حصلنا أخيراً على بعض الأصوات أخبرتنا بعض الحقائق سنسمعها تباعاً في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، لكني أريد أن نعود للجسم الطبي المتهالك في سوريا والطاقم الطبي الخط الأول في معركة البشرية مع الجائحة. ما لفتني أن أسماء الأطباء الذين رحلوا عن عالمنا بسبب إصابتهم بهذا الفيروس، أسماءهم تحمل اختصاصات مختلفة لا علاقة لها بالأمراض الفيروسية والمعدية. فهناك اسم لطبيب اختصاص تجميل، وهناك اسم لطبيب اختصاص أمراض جلدية، قلبية، نسائية وتوليد، وغيرها من الاختصاصات. كما تداول كثيرون دراسة منشورة على السوشيال ميديا عن كورونا في سوريا لم نصل إلى حقيقتها، تقول إن نسبة الإصابة بين الأطباء إلى حجم الإصابات تقدر ب1%، ويبقى هذا الرقم مخيفاً ودلالاته مروعة. قائمة الأطباء التي نشرتها شبكة أطباء سوريا الإعلامية، والتي نعت 63 طبيباً وطبيبة وزاد اليوم هذا الرقم، هي مؤشر مخيف. فلنا أن نتصور حجم الجائحة ورقم الضحايا. أكثر من 60 عائلة فقد أهلوها ذويهم، وملايين السوريين فقدوا خيرة من كوادرهم الطبية، هم بأمس الحاجة لهم في ظل هذا التفشي وفي ظل عجز حكومي وامتناع المشافي الخاصة غالباً عن العمل على استقبال حالات مصابة بالفيروس. وهنا شهادة دكتور حسن هناوي، أخصائي داخلية قلبية مقيم في دمشق. دكتور حسن وبحكم عمله يستقبل أيضاً حالات في مشفى ابن النفيس في دمشق، وأيضاً في عيادته الخاصة استقبل في الآونة الأخيرة حالات لمرضى مصابين بالفيروس. للأسف المشافي الخاصة عندنا ما بتستقبل، مشافي الدولة طاقة الاستيعابية ما تتحمل العدد اللي تفجر كتير بالأسابيع الأخيرة، عم بحكي عن دمشق طبعاً.
وأمام هذه الكارثة الإنسانية يسعى كثيرون للهرب بأرواحهم من خطر الفيروس وخطر الحجر الذي كان واحداً من أسباب عدم اعتراف الغالبية بالإصابات، إلا في الحالات الحرجة خوفاً من وصمة العار التي ذكرناها ومن إجراءات الحجر التي تحدثنا عنها أيضاً. وهنا نقف عند قضية أخرى شغلت السوريين الذين استطاعوا التفكير بالسفر بعيداً عن بلدهم سعياً وراء ظروف معيشية أفضل بعد الحصار الاقتصادي وتداعياته على كل مجالات الحياة، وهرباً من وباء يستشعر البعض احتمال قوة خطره في الأيام القادمة، أو عودة أولئك الذين زاروا بلادهم لقضاء أشغالهم أو عطلة ما فعلقوا بسبب توقف المطارات عن تقديم خطط لرحلاتها إلى دول مختلفة. لكن الأقصى والذي واجهه هؤلاء هو الشروط التي رافقت إجراءات السفر، فقد أثار قرار فرضته وزارة الصحة حددت من خلاله رسم الفحص الخاص بتشخيص فيروس كورونا بقيمة $100 لكل شخص يرغب بالسفر خارج البلاد. أثار هذا القرار غضب المعنيين بذلك. كما أعلنت وزارة الصحة أن مسحات فيروس كورونا خاصة بالراغبين بالسفر حصراً عن طريق مطار بيروت، لأن مطار دمشق متوقف عن العمل، وهذه المسحات تشمل الأعمار كافة بمن فيهم الأطفال. كما أضافت يتعين على المسافر السوري دفع $100 بالليرة السورية حسب تسعيرة المصرف المركزي، بينما يدفع الأجنبي قيمة الاختبار بالدولار. ولم يكن استنكار السوريين لفرض دفع هذا المبلغ الذي يرى كثيرون أنه غير منطقي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية الخانقة في سوريا، لم يكن هو المعضلة الوحيدة، فقد واجهتهم مآزق أخرى تتعلق بعملية إجراء هذا الفحص أين وكيف. حددت الوزارة مراكز معينة لإجراء فحص PCR، وعلى الراغبين بالتقديم لهذا الفحص حجز موعد مسبق والحصول على رقم وإحضار حجز طيران مسبق ليسمح له بذلك، وهذا جيد. لكن هنا بدأنا نسمع أصواتا منددة بما يحصل. عيوني انت هدي هذا الكلام عيب. ليش عيب؟ هذا فساد اسمه. هذا اسمه فساد. هذا اسمه فساد. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، ما بيصير عيب، ما حلوين. 150 وصل توزع اليوم. مين وزع؟ انا رقمي 4. يلي نحن في اسمه فساد. نحن موظفين. مقهور يا زلمة، مقهور يا زلمة. والله ما فيني أحمل. يا شباب. هذا فساد. يا شباب نادي. والله ما فيني سمعته. إذا بعرف الصعوبة والله ما تجي. إيه محمد خالد سمعته. عيب عيب يا زلمة، عيب والله عيب. يا شباب. ما في شيء بقى، ما في بقى. أنا كمان. من برا لبرا بيكون حضاري. أي حضاري من الساعة 3. أنا الحضاري. أنا من الساعة 3. أي حضاري. أي حضاري. على كيسة جوا. هذه أصوات من أحد المراكز، نفهم منها كيف ورغم الدور الذي يحصل عليه المراجعون لا يتم تقديم الخدمة كما هو متفق، ويخسر المراجع بطاقة السفر التي لن يعوضه عنها أحد، والتي تعتبر من أغلى البطاقات أجراً في العالم اليوم. أيضاً حصلنا على كلام آخر لمجموعة من السوريين الذين يعانون على مراكز فحص PCR، فحص كورونا للراغبين بالسفر. حصلنا على هذه الأصوات من برنامج أحوال الناس الذي يقدم على قناة سما. يعني اللي بده يسافر عم بتروح عليه التذاكر بسبب هذا الشيء الموجود. يعني الساعة موجودة. من الساعة 9 الصبح، وآخر شيء قال ما عاد في استمارات. معقولة صحة ومديرية صحة ما عنده وراء استمارات لتروح تدفع إيصال مالي؟ يعني مشكلة كتير كبيرة، ما بعرف كيف بدكم تحلوها. أولت مبارح ومبارح واليوم، واليوم لما وقفنا من الصبح من الساعة 7 واقفين. لهلا بيقولوا ما في. طب ليه ما في؟ طب اكتبوا عراضة هيك وقولوا ما في. كان العالم ما بتوقف. مو حرام؟ هذا ظلم، هذا اسمه ظلم. يوميا بنزل على درعا وبرجع، بيجي لهون ما بلحق دور وبرجع بروح على البيت. راحت تذكرتي واقامتي راح تروح، وما راح ما استفدت شيء. وين وزير الصحة؟
مركز مفروض يكون موجود فيه كل شيء. مواطن انا صح ولا لا؟ كل بالواسطات عم يعطوا، انا شفتهم بالواسطات عم بيفوتوا، انسطح راسنا بالشمس. العالم كله روح. وزير الصحه وين من هالموضوع؟ ليه ما بيتابعون لهالكم مركز اللي عاملينه؟ هن اربع خمس مراكز بظن. بصير قدام عينك بياخذوا الواسطات الكبيره بتتمشى، دفع فلوس بيتمشى، بس غير المساكين لا. عمري انا جاي من الفجر، انا بيتي بعيد بعيد، اولادي ناطريني بالسياره من الفجر وهلكوا ومرضى وحدا يمشينا، ما في وصوله. قدامك بيطلع المخلوق حامل وصل ورايح حسب واسطته. ويومين زحمه في شيء، حوالي كان شيء 40 50 شخص واكثر كمان، واللي رايح بطاقه طيارته واللي رايحت اقامته، ومعي اختي واثنين اولادها بدها تسافر، ما في تسافر، الطياره بتنتهي نهار الجمعه، وصار لها 6 شهور محجوزه مشان الكورونا، ما فينا تسافر. ولما فتحوا مجال هلا وبدي يطلع ما في مجال، بقول لك وصل ما في وصوله، بدك تطلع ما فيك تطلع، طيارتها ببيروت ما خلوك تدخل بيروت الا على الوصل. طب يخلوا يساووا مراكز خاصه مثلا، امور تسهل، توزع كتر مراكز خاصه، بيدفع قد بده واحد بده يدفع يدفع، بس امور تمشي، ما يضل هيك مشان ده من حلب اوتيل لاوتيل، من بيت لبيت، بهدله. والدتي حايزه على رومانيا، من رومانيا على السويد. هون الشرط انه لازم يكون معك تيكت طيران. طيب التيكت الطيران حايزينه، وما في يعني، والدتي مره كبيره عمرها 77 سنه، ما خرج انها تطلع على ترانزيت من طياره لطياره. فعايزين احنا دايرك على رومانيا، بتريح برومانيا كام يوم وبعدين تروح على السويد. طبعا عند اخواتي يعني. فتيكت الطياره حايزينه في ب 17 شهر دايرك، بس بهالشهر هيدا. يعني هاليوم هذا بهالشهر دايرك مره واحده. ما عم نلحق نحن انا جيت من الساعه الى هون من الساعه 3 الصبح. رقمي 27 كان. ولا لحقت شيء ولا شك. من لما جيت لهلا وهن عم يقولوا ما في، او ما في ولا حجز ولا شيء، بدي روح يعني بدفع مصاري يعني بالبنك، اعطوني صاله روح ادفع. بروح اتك الطياره. طيب كيف بدنا بروح عليك تك الطياره؟ على تكت الطياره وبدها تروح الاقامه على والدتي. في استثناءات عنده، وهلا هي هذا الشاب هذا اللي عملت معه ابو الطاقي، هذا الزلمي بده ياخذ وصل، وعملت له اياه وجاهز ليك وموجود، قال انه في دفع. هم نعرف صار في فساد هيك اكيد. شو الا تفسير ليش تستثنوا واحد او اثنين او ثلاثه من بين 200 زلمه؟ كان في اكثر من 200 بني ادم هون الصبح، صرنا هون من الساعه 6 الصبح. هذه الاصوات تشرح كل ما يجري، وهؤلاء قادرين على الابتعاد عن كل ما يجري قهرا وحرصا ولاسباب مختلفه لا يمكن احصاؤها. اما تلك الطبقه التي سحقتها سنوات الحرب وقضت على احلامها، يخبئون آلامهم خلف كمامات إن أمكنهم الحصول عليها، ويخفون احتقان جيوبهم وضمور عضلات الجوع لديهم، ويخرجون إلى عملهم ناقلين الفيروس تحت مقولة ضربة شمس الدارجة في سوريا هذه الأيام، وعلى لسان الغالبية ممن لا يمكن إجبارهم على البقاء في منازلهم وإلزامهم على الحجر دون تقديم أدنى المساعدات والطبابة. إنه شيء لك كمان إنه الفساد والظلم والقهر، كمان إنه الوضع الكورونا كثير قويان بسوريا، مش كل الحالات عم بيحكوها كذب، بالشام في بلاوي صار، على مستوى سويدا في بلاوي، في كثير حالات بسويدا، وفي ناس ما عم بتحب تحكي مشان ما يروحوا على الحجر، عم يحجروا على حالهم منهم لحالهم، فالأعداد اللي عم تكون بسوريا مش منطقية يعني بالنسبة لوضع الكورونا. وتشوفي شفتي انت كيف تجمعات الناس، ان كان بمشان الفحوصات الجامعات والوراق وما بعرف شو، فبسهوله رح ينتشر المرض للاسف. عندنا انه بتساليني بسوريا بشوفي عم مرشح وعم يزعل وحالته حاله، بتقولي لك شو بريك والله نمت تحت المكيف، تحت المكيف ولا شيء ثاني مثلا شو، والله رايح حيلي ما عم بحسن امشي، وبتلاقيه عم يزعل وشلك شو بك، والله انت اضطريت اطلع اتمشى، مو اتمشى يعني طلعت جبت غرض بالشمس، مشيت تحت الشمس صار معي ضربة شمس. ولأن هؤلاء كما ذكرنا غير قادرين على تأمين الدواء أو الأكسجين إذا ما أصابهم الفيروس، ولأن وزارة الصحة وخلية إدارة أزمة كورونا في سوريا أظهرت فشلا ذريعا في احتواء الجائحة على مختلف المستويات، قام شباب من سوريا من مختلف المحافظات بالتبرع بالوقت والجهد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تيجي فوت على هذا الجروب، هذا ما بعرف إذا أنت شايفتي قبل، هذول كانوا يعقموا ببداية أزمة الكورونا، فريق تطوعي يعني، بعدين صاروا يأمنوا أسطوانات أكسجين مع أجهزة مجانا للعالم لمدة 3 أيام، وإنه أكثر من 3 أيام إذا ما
تحسن المريض صار لازم نقل مشفى يعني، فعم بيأمنوا التوصيل طبعا مع تعقيمه وكل شيء. هلا بهذا الجروب اللي صار انه في كتير عالم عم تكتب قصص وكذا وشغلات، فيك تستفادي منه يعني، او فيك تحكي عن هالتجربة اذا بدك ببرنامجك. هذا كان احد اصوات اصدقائي الذين استجابوا لسؤالي عن كيف يتم التعامل مع معضلة كورونا في سوريا. وبناء على هذا التسجيل نحن بصدد تحضير حلقة كاملة عن تجمع عقمها وما يقدمه هؤلاء الشباب لإنقاذ أهل البلد. ليس فقط عقمها، فهذه الجائحة ورغم كل قسوتها كشفت لنا عن الجانب الآخر من الأمل، وهم جيل الشباب الذي علّه يرفض ما لم نستطع نحن رفضه بقوة السلاح والبطش. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. إلى اللقاء.